آية راضي معنا من القاهرة، وما الجديد بشأن هذا الاجتماع؟ فضيلة، اليوم هو الأول لهذه المحادثات التي بدأت ليلة أمس بجلسة تحضيرية. أطراف هذه المحادثات هم ممثلون عسكريون وأمنيون من مناطق شرق وغرب ليبيا، وبحضور الأمم المتحدة التي تقوم برعاية هذه المحادثات التي بدأت في مدينة الغردقة المصرية. أهمية هذه المحادثات أنها تسعى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في ليبيا وبين حكومة الوفاق والجيش الوطني للخروج برؤية موحدة، وتمهيد الطريق لمحادثات جنيف التي ستعقد شهر أكتوبر المقبل. القاهرة تسعى من خلال هذه المحادثات إلى إقناع الطرفين بضرورة تشكيل قوة عسكرية موحدة. هذه القوة ستكون مسؤولة عن تأمين مقر الحكومة الجديدة في سرت، وأيضا تأمين مواقع النفط والغاز في ليبيا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق المبدئي الذي وقعت حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي بتشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة جديدة سيكون مقرها في سرت. هذه المحادثات أيضا تقوم بمناقشة إخراج الميليشيات والمرتزقة الموجودة في الأراضي الليبية، وتأمين الأوضاع السياسية والعسكرية في الأراضي الليبية خلال الفترة المقبلة. أيضا قائمة طويلة من المناقشات بين الأطراف الموجودة في هذه المحادثات. أيضا وفقا لإعلان القاهرة الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهرين الماضيين، وأيضا مخرجات مسار برلين. شكرا أيا راضي من القاهرة.